الله في هذه الحصه هذه غادي عطاتكم لي كوردوني احداثيات ديال ا لي كوردوني ديال بي احداثيات ديال بي لي كوردوني ديال سي احداثيات ديال سي لي كوردوني ديال دي احداثيات ديال دي كنحاول انا ندوب بالعربي والفرنسي باش كلشي يستافد. السؤال هو حدد لي لي كوردوني ديال ناقص 2 ا بي زائد 3 ا سي. هاد العيبه اللي كيشوفك يا حيات ما كيبقاش يتبع فيها، علاش كتجيكم صعيبه ومعقده، ولكن انا غادي نوريكم انها سهله بزاف. ركز معايا، اول حاجه غنحددوا الفيكتور ا بي كيف ما درت لكم قبيله مراجعه وريتكم كيفاش تحددوا الفيكتور ا بي. يعني اللي ما غيعرفش كيفاش يحدد الفيكتور ا بي يمشي يتعالج، راه صيفط لكم مراجعه قبيله. دونك الفيكتور ا بي، الفيكتور ا بي الطريقه كيفاش كتخرج بها الماركه بحال ماركه اكس بي ناقص اكس ا، ايغريك بي ناقص ايغريك ا، اكس بي ناقص اكس ا، اكس بي ناقص اكس ا، اكس بي ناقص اكس ا، 0 ناقص 3 هي ناقص 3. انا غنجي نيشان يعني حددت لكم مراجعه قبيله، علاش حنا صيفطنا دوك الست الفيديوهات في الجروب مزيان. دونك اكس بي ناقص اكس ا، اكس ايغريك بي ناقص ايغريك ا، ناقص 1 اي ناقص 1 ناقص ناقص 2 هي ناقص 1 زائد 2 هي زائد 1، متفقين؟ هي 1 متفقين. دونك هذه هي ا بي. من بعد ما كنحدو ا بي كنضربوها في ناقص 2، وتبع معايا كيفاش غنضربوها في ناقص 2. ناقص 2 ا بي يعني ناقص 3 غنضربوها في ناقص 2 وتعطينا 6، ناقص 3 في ناقص 2 هي 6، 1 نضربوها في ناقص 2 تعطينا ناقص 2. دابا غنمشيو نحسبو ا سي. دابا حنا وجدنا المقادير ديال ا بي، هاهم حطيناهم ضربناها في ناقص 2 حطيناهم مزيان. دابا غنمشيو نحسبو ا سي، وركز معايا راه غنعطيك عمليه بحال هكا غتخرجها. ا سي غنحسبوها، دونك ا سي هي شناهي؟ اكس سي لاكس ديال سي ناقص اكس ديال ا، اكس ديال سي ناقص اكس ديال ا، 1 ناقص 3 هي ناقص 2، متفقين؟ هادشي درتو في المراجعة، داكشي علاش مبغيتش نبقى نعاود فيه. اكس سي ناقص اكس ا، ايغريك سي ناقص ايغريك ا، صفر ناقص ناقص 2 هي زائد 2. دونك صفر ناقص ناقص 2 هي زائد 2. حددنا ا سي، اش غنديرو لها؟ غنضربوها في 3، 3 ا سي غتعطينا، غنضربو هنا في 3 تعطينا ناقص 6، غنضربو هنا في 3 تعطينا 6. دونك حنا حددنا ناقص 2 ا بي وحددنا 3 ا سي. دابا اش غنديرو ليهم؟ اش غنديرو ليهم؟ اش غنديرو ليهم؟ اش غنديرو ليهم؟ غنجمعوهم، متفقين؟ غنجمعوهم، يعني غنجمعو هاي ناقص 2 ا بي زائد 3 ا سي، غنديرو قوس بحال هكا فيغكي اللي كتفصل ما بين الافاصيل والاراتيف، غنجمعو لابسيس مع لابسيس، 6 زائد ناقص 6، وغنجمعو لوغدوني مع لوغدوني، يعني ناقص 2 زائد 6 غتعطينا ناقص 2 ا بي زائد 3 ا سي، غتعطينا 6 ناقص 6 هي 0، ناقص 2 زائد 6 هي 4، متفقين؟ دونك هاد العملية أنا ناقص 6 هي 0، ناقص 2 زائد 6 هي 4، متفقين؟ دونك هاد العملية أنا اللي خرجتها، عاود شوف وشوف وشوف. دابا غنعطيك العملية اللي غتخدم نتا. يلا بطل هانت شوف، من بعد ما صيفطت لك فيديوهات شفتي واش فهمتك الدرس وخرجت لك عملية أنا اللي خرجتها، دونك جات نوبتك باش تخرج نتا وتحرك داك الدماغ ديالك. عطاتك الإحداثيات ديال أ سي دي بي، قلت لك خرج لي ناقص 5 بي دي زائد 2 أس. نكمل نجي فين نكمل هاد التفصيلة هادا؟ بقات تكمل فيها خرجتها، ندور نشوف ميساجات ونلقى لكم خرجت هاد السي زوين. تبارك الله عليكم، من خلال دخلت الميساجات كنشوف تبارك الله كاين يعني كتفهموا من الدقه الاولى، وهذه اهم حاجه وبرافو عليكم. غنديروا التصحيح بالنسبه للناس اللي جابوا خطا. دونك دابا من خلال التصحيح اللي غندير دابا غادي تعرف راسك واش عندك صحيح ولا لا. دونك اول حاجه كنا غنحدوا بي دي، بي دي غنشدوها وغنحدوها، اكس دي ناقص اكس بي ديال دي ناقص ديال بي، الاخر ناقص الاول، 2 ناقص 5، 2 ناقص 5 تعطينا ناقص 3 ياك، ولا هذا الايكغريك ديال دي ناقص الايكغريك ديال بي، ناقص 3 ناقص ناقص 1، ناقص 3 ناقص ناقص 1 هي ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2. من بعد ما حددنا بي دي كنضربوها في ناقص 5، ناقص 5
بيد متفقين. دونك كنضربو هنا في ناقص 5 زدنا 15 نضربو في ناقص 5 زدنا 10 دابا غنمشيو لحدو ا سي. ا سي قلنا ديال سي بحال هكا ديال سي ناقص ديال ا ناقص 7 ناقص 7 عطانا 0 ناقص 7 لا عفوا ما عطانا 0 ناقص 7 ناقص 7 عطانا ناقص 14 ناقص 7 ناقص 7 عطانا 4 ناقص 14 ناقص 9 ناقص 1 عطانا ناقص 10 متفقين. نعاودو هادي دونك قلنا ديال دي ناقص ديال بي 2 ناقص 5 ناقص 3 ناقص 3 ناقص ناقص 1 هي ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2 صافي وضربنا في ناقص 5 في ناقص 5 ا سي حتى هي يلا عاودناها نضربوها في 2 دونك 2 دونك 2 ا سي غنضربو هنا في 2 عطينا ناقص 28 غنضربو هنا في 2 عطينا ناقص 20 مفهوم حد الان مزيان. دابا غنجمعوهم ب 2 دونك ناقص 5 بي دي زائد 2 ا سي دونك غنشدو 15 ناقص 28 غتعطينا ناقص 15 ناقص 28 شفت بزاف ديال الناس خطاو في هادي دونك كنحطو الاشاره ديال العدد الكبير اللي هي ناقص وكنشدو الكبير ناقص الكبير يعني 28 ناقص 25 غتعطينا 13 ناقص 13 وغنشدو عاوتاني هادي 10 شنو درنا 10 زائد ناقص 20 هي ناقص 10 متفقين. دونك غنشدو 15 ناقص 28 عطانا ناقص 13 وغنشدو 10 ناقص 20 عطانا ناقص 10 متفقين. دونك اللي خرجت ليه هذا الجواب هذا يعرف راسو انه عنده صحيح اللي ما خرجش ليه هذا الجواب يعرف راسو عنده خطا. التمرين الاول التمرين الثاني دونك لاستيس الثانيه دونك كيف ما قلنا حنا في الحصص ديالنا كنديروا دي زاستيس القوالب كنتعلموا القوالب في الحصص ديالنا. دونك هنا ما غنكتبش لك السؤال قالك حدد ليا اكس وركز معايا قالك حدد ليا اكس انا درت لك اكس ودرت حداها سهم ديتيرميني اكس يعني حدد اكس باش ما بقاش يقول لي انا عربي انا فرنسي انا كنقرا في الشلحه انا كذا. دونك ديتيرميني اكس تيل كو ا بي سي تي باراليلوغرام انا ما قدتنيش الصبوره الا لاحظتوا ودرت غير بالال فهمتي ما كمل. دونك باراليلوغرام دونك تيل كو ا بي سي تي باراليلوغرام ا بي سي تي باراليلوغرام ا بي سي تي متوازي الاضلاع. دونك كيفاش انا غنحدد هاد اكس هادي اللي كاين هنا توقيت كيفاش غنحدد انا هاد اكس نقول لي شحال اكس ركز معايا وثق فيا غادي نوريك الطريقه السهله والبسيطه. ملي كيكون عندي ا بي سي دي باراليلوغرام كيعني ان المتجهه ا بي تساوي المتجهه دي سي. واش هادشي عارفينه ولا ما عارفينوش؟ هادشي عارفينه في الدرس ديال المتجهات. فاش يكون عندي ا بي سي دي باراليلوغرام متوازي الاضلاع كيعني ان الفيكتور ا بي تساوي الفيكتور دي سي يعني ا بي دي سي. ها شنو اش غندير بهادشي انا اصلا؟ غنمشي اسيدي نحسب الفيكتور ا بي. يلا ركز معايا مزيان غنمشي نحسب الفيكتور ا بي غنمشي نحسب الفيكتور ا بي. الفيكتور ا بي ديجا كنعرف كيفاش نحسبو اكس بي ناقص اكس ا ناقص 3 ناقص 2 هي ناقص 5 1 ناقص ناقص 5 هي 1 زائد 5 هي 6 انا حددت ا بي. غنمشي اسيدي وغنحدد دي سي. ملي غنمشي نبغي نحدد غنحددها شحال من دي سي. ملي غنمشي نبغي نحدد دي سي غندير اكس سي اللي هو 3 ناقص اكس دي ما غنلقاش غندير بلاصه مزيان غندير ايغريك سي اللي هي 9 ايغريك سي ناقص ايغريك دي 9 ناقص 3 هي نمسحوا نحسبوها نيشان 9 ناقص 3 عطينا 6 9 ناقص 3 عطينا 6. ها دابا حنا حددنا الفيكتور ا بي حددنا ا بي ياك شحال كتساوي وحددنا الداسي. ها تيقول لي سيدي الدرس دابا هنا فين غنشرح لك الدرس كيقول لي الدرس الا كانت فيكتور كتساوي فيكتور كيعني ان الابسيس ديال هذا كيساوي الابسيس ديال هذا يعني الاوفسول ديال هذه غيساوي الاوفسول ديال هذه والارتوب ديال هذه غيساوي الارتوب ديال هذه. يلا اجي نطبقوا هذه القاعده. ها الاوفسول ديال ا بي هو ناقص 5 غيساوي الاوفسول ديال الداسي اللي هي 3 ناقص اكس. ها الاوفسول غيساوي الاوفسول من هاد اللعيبه هادي غنحدد اكس المجاهيل في طرف والمعالي في طرف. غتقول لي استاذ المعادلات المعادلات وصل المعلم في المستوى. دونك 3
زائد 5، اذا اكس كتساوي 8، وبالتالي غنكون حددت اكس شحال كتساوي. اذا دي الاوفسور ديالك انت هي دي هي 8. متفقين؟ دونك ساهله و تسامبلون. هاد الكلمه ديال ا بي سي دي باراليلوغرام كتعطيني ان دو فيكتور كيتساواو. كنمشي كنحدد الفيكتور ا بي باخر ساهله، كنمشي نحدد الفيكتور ديسيل، ولكن ديسيل ما كنقدرش. علاش؟ حيت كتكون واحد الحاجه فيها اكس كنخليها. فيكتور كتساوي فيكتور كيعني ان الاوفسور كيساوي الاوفسور، ها الاوفسور كيساوي الاوفسور. متفقين؟ والارشو كيساوي الارشو. اصلا هذه راه ساهله، راه عرفناها. 6 كتساوي 6، هاد اللعيبه ديال هادي كتساوي لي كتخرج لي اكس كتساوي 8. الاصدقاء من بعد ما فهمتو مزيان، ها انت شوف التمرين، ها ما عطيتك لي كوردوني ديال ا، لي كوردوني ديال بي، لا لي كوردوني ديال ا، لي كوردوني ديال سي، لي كوردوني ديال دي، ياك؟ وقلنا لكم حدد اكس و واي بجوج تيل كو ا بي سي دي باراليلوغرام، يعني ا بي سي دي متوازي الاضلاع. ها السر اللي كاين هنا هو انك غتحدد لي اكس و واي بجوج. متفقين؟ يلا كلشي يخدم. ها هو التمرين، ها هو رجع اللور بحال ما هكا، ولا ندور لكم التليفون بحال ما هكا. هو كيبان لكم التمرين. يلا كلشي يخدم ليا هذا التمرين هذا وصيفطوا ليا في البريفي. اوكي ما كتشوفوا اصدقاء هذا هو التصحيح. تصححوا في الصبوره، يعني كتخرجت لكم اكس كتساوي 15 واي كتساوي 2، عرف راسك عندك صحيح. ما خرجت لك هاد الارقام، عرف راسك عندك خطا، وحاول انك تشوف الفيديوهات اللي قبل. دونك دابا بغيت ندوي معكم على واحد الموضوع مهم اللي هو المهم. دابا هادشي علاش ما كنبغيش ندير الحصص بالمجان، كيوصلونا بزاف ديال الميساجات خايبين، الدريات كيدخلوا عندهم بريفي، كتشوفوا شي حوايج كيطراو وسط الجروب، شي حوايج كنشوفوها انا في الخاص. ملينا من هادشي، حنا كنبغيو نديرو حصص بالمجان. ما كرهتش انا ندير عرض اولير بالمجان، ولكن لا على قبل بحال هاد الناس هادو ما غداش الحصه بالمجان. دونك غادي نعاود نقول لكم بان اليوم ان شاء الله هاد الحصه اللي درت لكم اليوم غير حصه تجريبيه باش تشوفوا كيفاش عرض اولير، كيفاش الخدمه في عرض اولير. متفقين؟ دونك بحال ما كتم الحصص كنخدم معاهم تمارين، كنشوف التصحيح كنصحح معاهم بالواحد بالواحد. علاش؟ حيت يكونوا مخلصين ومعانا في الجروب يعني كندخل نشوف. ماشي بحالكم دابا نتوما ما شفتش لكم بالميساجات بالواحد بالواحد حيت كنتو كثار بزاف. متفقين؟ دونك انا كندخل عند التلاميذ ديالي كنشوف لهم كيفاش خدموا داكشي، نشوف هادي صح معاهم، صافي لهم اوديو نقول لهم لا ما ديرش هادي. دونك اوكي كيفاش كتكون الحصص ديالنا؟ المواد اللي عندنا في عرض اولير هما مات فيزيك فرونسي عربيه و لونغلي. المات كاينين جوج الحصص، كندير لهم انا جوج الحصص، حصه نهار الاثنين وحصه نهار الاربعاء، حصه بحال اليوم. متفقين؟ دونك هذا هو عرض اولير. بالنسبه لحاولوا انكم تسجلوا في هذا الاسبوع هذا، حيت هذا الاسبوع هذا غتكون واحد البرومو اللي هي 200 درهم كسكلتها لكم البارح. يعني هذا البرومو غتكون في غير في هذه السيمانه ديال العطله 200 درهم غتقرا بها الدوره الثانيه كامله، بريباراسيون الفورون، بريباراسيون الامتحان الجاوي وكلشي، وجايين بزاف ديال المفاجات. الناس اللي بغاو يتسجلوا معنا حاولوا انكم تسارعوا في التسجيل، حيت اون فوا غي عمر، حيت الجروب الاول راه عمر، حيت الجروب الاول راه عمرناه، الجروب الثاني عمرناه، حنا بغينا نعمروا الجروب الثالث، حيت بزاف ديال الناس طلبونا قالنا فتحوا التسجيل. هادشي علاش حنا فتحنا دابا التسجيل، اما حنا راه سدينا التسجيل شحال هادي. دونك بغيتي تسجل مرحبا بك، غنحط لك دابا طريقه ديال التسجيل ومرحبا بكم كاملين.